برايزنج ستار اليوم منستقبل كمان الفنان جو يوسف. جو يوسف يلي عم نشوفه مؤخرا بالتمثيل، ولكن هو ايضا ربح بستوديو الفن سنة 2002 عن فئة الاغنية الطربية اللبنانية، وشفناه بادوار بارزة بمسلسلات رح نقول عنها انا وياه بعد شوي. اهلا وسهلا فيك جو يوسف. موجود. يعني انا بدي اقول اول شيء انه هيك فرقت علي بين اللايف وبين المسلسلات ومن وراء هيك الشاشة. اهلا وسهلا فيك. الناس عم يعرفوك اليوم كممثل وتحديدا بخماسية جنى بصرخة روحي اللي عم تمرق على شاشة الام تي في. دور اليوم بهالبطولة المشتركة من الادوار البطولة بهالخماسية هاي، ولكن تعبت لو وصلت لهون كثير. شو يعني بلشت هيك وطلعت هالسلم درجة درجة؟ فينا نبلش بستوديو الفن وننطلق؟ منبلش. كيف صار؟ ما هي بلشت بستوديو الفن. صح، يعني هو الطرب كان قبل التمثيل. صح، هو أنا من سنة 2002 تخرجت من استوديو الفن بميدالية ذهبية عن فئة الأغنية الطربية اللبنانية. تحديدا انا غنيت لزكي نصيف، ما غنيت ابدا لغيره. بقى كان شيء كثير حلو، بشغله اكسبيرينس كثير حلوه بحياتي. نعم. قوتني شوي شوي، اطلقت اغنيتين كانوا صداهم حلو، بس للاسف من دون شركه انتاج ما بنقدر نكمل، نقدر ننتج لا على الراديوات ولا على التيفيات ولا كليبات ولا شيء. يعني صارت الغنيه بتكلفك بحدود ال 100,000 دولار، وانت يمكن غنيتك بعد ما حفلتك. صح. بعد ما بتكون يعني بتطلع حقهم. بقى صرت اتسلى فيها، اعتبرها كهوايه حلوه. انا عم بكون موجود باعراس كثير من الناس، عم بتسلى كثير انا وياهم، عم ببسط كثير انا وياهم، عم بكون موجود بمسلسلات، يعني صرت عم بتسلى كثير بهذا الدومين. حضرتك يعني اليوم كانه هيك اخذت خط التمثيل، وكانه صار كمان الطرب هيك مثل ما عم تذكر اليوم هوايه بتنبسط فيها، بتعطيك فرح، بتعطيك فشة خلق. صح، عم بتكون كمان موجود بحفلات كثير بلبنان وبامريكا. وبامريكا كل ما اروح امريكا، انا كل شهرين بروح على امريكا، بيكون عندي على طول حفلات برعايه هنيك، بحفلات بمطاعم. يعني بنبسط كثير مع اللبنانيين، خصوصا اذا كانوا مغتربين بيبقوا مشتاقين متعطشين. يعني كيف بدي اقول لك يسمعوا حدا لبناني يعني جاي فريش لعندهم. انا كمان ما تعطش الاسماء صوتك هلا. شو منبلش هلا ولا بعد شوي؟ يلا مسهل بدك. عطني بشي لانه اليوم خلص رح فيروز. رح بلش لك بغنية انت بتحبيها. يلا. وحبيتك تنسيت النوم، ويا خوفي تنساني، حابسني برات النوم وتاركني سراني. أنا حبيتك حبيتك، أنا حبيتك حبيتك. سوري بس أنا لأنه هيدا تجسس هيدا ما عرفت. هلا ما بدي أقول مثل المطربين أنا مبحوح ومدري شو، بس عن جد شبقنا الأي سي إلي شي جمعة مبحوح. على كل حال اللي بغني للأستاذ زكي نصيف واللي بغني للست فيروز يعني شخص بيكون عنده قدرة صوتية كثير كبيرة، وهالإحساس الحلو يلي بصوتك جو. اليوم دورك بجنى هو دور طبيب، هالدور الطبيب يلي عنده وكأنه دورين من ميلة كان عم بيخبي وبالآخر يمكن بده يفضح. على أي أساس اخترت أنت؟ على أي أساس رضيت أو قبلت بهالدور وحبيته؟ وكيف اليوم بتلاقي مكانك بهالخماسية بالنسبة للتمثيل؟ أنا أول شيء بلشت بكذا مسلسل قبل، بس بهذا المسلسل كنت يعني اشتغلت مع الناس يلي اشتغلت معهم بصرخة روح أنا بكواليس المدينة. كنت اخذ دور محامي، هلا اخذت دور الطبيب يلي حكينا عنه من البرودكشن يعني الموجود هنيك. وكنت انه مبسوط بهذا الدور، عنده مشاهد كثير حلوه. يعني الكاركتير هو اذا بدك حكيم، بس نفس الوقت بده يفضح لانه في قصه اجهاض بالموضوع. يعني هلا بلش يبين شوي بالمسلسل، وبنفس الوقت ما بده يجهض لانه طبيا نحن ما بنعملها. يعني اخذ دور الطبيب يعني ومشيت فيه على الاخر، يعني احنا ما بنعملها. صحيح، يعني هون في كانه دور المهني ودور الاجتماعي ودور الانساني كمان. يعني صح صح. خلينا نشوف نحن مشهد. يلا. من جنى من صرخة روحي. يلا اكيد بيساعدك اهلك رح يذكروك، بس ما تضايقوا وتزعجوها. في شيء كثير من ردود افعال الدماغ بعده العلم عاجز عن فهمه، بنخاف اذا ضايقتوها بالحاحكم ممكن باللاوعي تعمل رفض وما تقعد تسترجع الذاكره. شو المضمون انه نزيف ما يرجع لها؟ بدكم ديروا بالكم عليها، اي تغيرات حركيه جسديه او ذهنيه
فورا بتنقلوها على المستشفى، ان شاء الله بتتحسن على الدواء. قد ايه بدي وقتها ترجع لذاكرتي؟ شفتي سؤالك هيدا؟ بسطني كثير. استيعابك لمشكلتك رح بخليكي تتغلبي على مرضك بكير. ما جاوبتني دكتور. لانه ما عندي جواب. ما حدا بهالدنيا عنده جواب. يعني منحس فعلا وضع حقيقي واقعي منشوفه كثير للاسف اليوم بالمجتمع. صحيح. اليوم من بعد ما مرقت بمسلسلات كثير بذكر منه ان اخترب الحي، احمد وكريستينا، كواليس المدينه، العائده، اليوم هيك وكانه عم يتطور، عم تتطور ادوارك. على اي اساس بتختار ادوارك؟ شو الادوار يلي بتحس بتشبهك او ما بتشبهك ولكن بتختارها؟ ليك على كفاريتي او كتنويع، انا بعد ما لعبت كثير ادوار يعني بعدني مبلش جديد، وانا بعد ماني بوضع انه مثلا انه نقي او اتكبر على الدور او شيء، عرفتي كيف؟ يعني انا البرودكشن هاوس هلا يعني الشركة الانتاج مثلا بتحكيني بتقلي في هيدا الدور، هلا اكيد وقت بحسه كثير بعيد عني او صعب علي يعني بقول لهم انه مثلا انه خليني اتحدى حالي لاعمله، عرفتي كيف؟ او انه بعدني ماني بوضع مثل اي دور مثلا. هلا بعد ما انعرض علي هيك اصعب من غيره يمكن، انه بعد ما انعرض علي اذا بدك دور كثير كثير قوي، بس بخرب الحي اخذت دور، كانت دور سرقت خطيبه حدا من الابطال يعني صح. يعني كان دور شوي المايل للشر اكثر، مايل للشر اكثر ايه، بس انه حبيت شغلت قلبي، عرفت كيف؟ انه بقى هذا دور من الادوار الحلو يعني يلي لعبته شوي كطبيب يعني غير كطبيب يعني عم بحكي فيه. بحب العب ادوار زياده بعده، بحس انه اذا في شيء ادوار جديده بحس انه بدي اتحدى حالي لالعب يعني بدي كثير توصل يعني انا ماني من الناس اللي بيقولوا انه لا وانا فايت دغري، بدي كثير تمرين، انا عارف انه بدي تمرين خصوصي يمكن بالاكسنت بالحضور بالكذا، وكثير كانوا عم يساعدوني يعني تقلى شمعون مدام تقلى تعرفت عليها لايف ووسام حنا والناس اللي اشتغلت معهم بصرخه روح كانوا كثير عم بيعطوني بوش حتى مع غير يعني ما هيدي شغله فعلا حلوه كثير وايجابيه وقد ايه بتعطي زخم للاشخاص يلي فعلا صح بيكون بعدهم مبلشين وبعد يمكن هي وكانه هوايه او شغف عندهم. كنا عم نحكي انه عند حضرتك تمثيل هو شغف، هو شيء بتحبه، درست شغلتين، درست البانكينج اند فاينانس نوع من اداره الاعمال، وايضا درست اصول الغناء الشرقي الحديث بالكونسرفاتوار. اما التمثيل فهو موهبه، هو موهبه عم حابب نميه. كيف بلشت معك؟ اي دور بلشت؟ بلشنا بدور العائده مع المخرجه كارولين ميلون، مع كارمن لبوس كمان يعني مع مدام كارمن كانت. كيف صار يعني كيف التقيتوا؟ كيف التقيت انا وكارمن؟ كنا انا وكارولين كنا على اساس بدنا نشتغل بالطياره الاثيوبيه، وكارولين ما عاد اشتغلت هذا البروجي، اخذت بروجي ثاني. ف كنت اول مره بمثل بحياتي، اول مره دغري وقفت قدام كارمن لبوس يعني. بقى كمان كانت كثير عم تتجاوب معي وكنت تقول لي انه مثلا هون لازم تعمل هيك، هون كذا، هون كذا، وتصرفت على طبيعتي زياده يعني. بقى انه كنت كثير مبسوط بالدور وصرت اخذ ادوار لو وصلت لاخترب الحي كان جزئين كبار يعني. اول جزء كان لي دور، بقى كمان كارين رزق الله كمان كتب الدور لهالشخصيه وكبرت هيدي الشخصيه، وكان لي دور اكبر بالجزء الثاني. نحن رح نشوف مشهد تاني من جنى ومتابع حديثنا أكيد مع جو يوسف. دكتور دكتور نحن بصراحة منفكر نسقط الجنين. ليش ما بدكن إياه؟ الجنين وجنى بحالة طبيعية، جسدياً ما في مبرر للإجهاض. ما هي بهيك وضع يعني ما بعرف انا كيفية بدها تتحمل هيك حمل وترجع بعدين تخلف وتجيب ولد؟ كل هيدا منه مبرر. على فكرة مين جوزها المدام جنى؟ هي بصراحة في هلا مشاكل عائلية كثير، مشان هيك انا كنت عم بقول لك انه نحن بدنا نعمل اجهاض. تحديدا بهالوضع اللي عم تمرق فيه جنى، موافقة الزوج والاهل ضرورية للاجهاض. يعني ما في مجال مدام هدى، عندنا بالمستشفى مش ممكن يصير اجهاض بلا موافقه الزوج والاهل. بدك نصيحتي؟ ايه اكيد. جنى بعدها باقيه من غيبوبه، اكبر غلط انه نخليها تخضع لعمليه منا من النوع الاسعافي. نحن هلا عم نعمل لها علاج تنوعي فيها الاجهزه الحيويه، والتخدير حتى لو كان موضعي رح يضل خطير عليها. انا هيدا رايي نهائي،
عن اذنك. جو، شو تحديات التمثيل؟ تحديات التمثيل كثير 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 واسعه. كثير واسعه، يعني دومين التمثيل كثير واسع، في كثير اشياء، يعني انا بعدني بداياته وحاسس انه بعد في كثير اشياء الواحد يوصل. يعني يعني حلو انه بتحس كانه بدك بعد تتعلم وتتعلم وتتعلم أكيد. يعني حتى ان كان بالموسيقى او ان كان اليوم بالتمثيل، هذا الدومين يعني كثير بيستهويني. يعني هذا الدومين انا بصير بنبش على الزوايا كرمال تا انا اتعلم واتثقف، ويعني بصير احضر حالي كل يوم انه لا هون مثلا عملت بشفافة هيك، هون مثلا حركت ايدي غلط، هون عرفتي انه بصير دائما عرفت لانه انا بعمل ذات الشيء لا لانه مثلا بيقعدوا العيلة بصيروا ينتقدوني، ليك انت بتعمل بشفافك هيك يا عم. طيب اوكي خلص منظبط. جو، يعني شو اكثر شيء لقيت فيه صعوبه بعالم الفن يعني بشكل عام، ان كان بالغنى او ان كان اليوم بالتمثيل؟ هل هي المنافسه؟ هل هو الانتاج مثل ما تفضلت وذكرت؟ بالتمثيل هل هو نوعيه التمثيل؟ يعني قد ايه صعب انه حدا يمكن يساعدك او ينصحك؟ يعني هلا لا شك انه الغنى كنوع غنى فيها انتاج اكثر، يعني فيها مثل ما بيقولوا بالعربي المشبرح فيها حط مصاري اكثر. يعني هون صعوبات ماديه اكثر، صعوبات ماديه اكثر. بس انه انا كشخصيا بعتبر انه المكونات كلها موجوده، يعني وانا صوت حلو وشكل موجود، يعني مش عم بحكي بس انه بكل تواضع انه في كثير ناس مثلي، في كثير ناس قاعده ببيتها، في كثير ناس اصواتها احلى مني، يمكن هيدا شانس يمكن هيدا حظ. بس تتقدر انت يعني تفوتي بهالدومين بده يكون معك مصاري، بدك تحطي، يعني اتس ان انفستمنت. المشكله انه هلا بهالايام عم قد ما في كثير في انفستمنت بس ما في مردود. نعم، بس كمان في مسابره جو، يعني نحن من حديثك ومن شغلك ومن هيك مسيرتك يلي اليوم بعدها يمكن ببداياتها، بنحسه كانه هيك في مسابره، في ركض، في شغل، في معارف، في كثير تعب، في معارف، في بي ار. بس هلا انا الشيء اللي بدي اوصله انه مش عم بحكي بالمصاري، عم بقول انه توصلي تعملي اغنيه، في كثير اسامي لامعه بلبنان، توصلي بتدفعي حق اللحن، بتحطيها بالراديوات، بدك تحطي كثير مصاري، يعني هون رجعنا على نفس الموضوع كله يعني. نعم، طيب بما انه عم نحكي عن غنى، طيب يلا بصير دغري بقول لك مش معقول يعني يكون معنا ما نسمع صوتك الحلو. يا عاشقة الوردي إن كنت على وعدي، يا عاشقة الورد إن كنت على وعدي، فحبيبك منتظر، يا عاشقة الورد. حلو كثير، يعني الصوت فعلا لما بتغني جو بنحس بكل هالاحساس اللي عم يطلع من داخلك فعلا، وبيوصل بسهوله كثير كبيره للناس. ليه اخترت انه تدرس بانكينج؟ يعني بما انه فيها الشغف للموسيقى، فيها الشغف للتمثيل، من شو خفت يعني؟ او يمكن الاهل من شو خاف؟ اول شيء الاهل، لانه اول اكسبيرينس كنت لي انا تخرجت من استوديو الفن كان عمري 18 سنه، يعني ما كنا بعد دخلنا الجامعة، ما كنت بعد فت الجامعة. نعم. يعني كنت بدي فوت على الجامعة. بقى هون بيصير الضياع، يعني بين انك تفوتي وتروحي من دون شهادة. نعم. ومن انه تكملي دراستك. قررت انه اعمل اثنين مع بعض، كملت كونسرفاتوار وكملت بنفس الوقت بانكينج اند فاينانس، اخذت الديجري تبع الباتشلر يعني بانكينج اند فاينانس، ونفس الوقت تخرجت من الكونسرفاتوار، يعني صار عندي شهادتين مخولين انه انا اقدر اشتغل فيهم يا بهالدومين يا بهالدومين. نعم نعم، شغلت بالبانكينج؟ عندي بزنس يعني على جنب، ايه مش بالبانكينج سيكتور يعني، بس عندي بزنس على جنب بشتغل فيه يعني. بزنس الي. بنهار عرسك كان في شيء مميز قدمته لعروستك؟ صح، هي غنية خاصة. مزبوط. شو خبرنا شوي؟ أي متى كان أول شيء؟ هي بجوزنا وبعد الفيرست دانس كان عندي سوربريز لإلها، عملت أغنية رقصنا عليها كمان الفيرست دانس من بعدها، كلمات هيلدا الدبس وألحان جاد مهنا، وكان الغناء لإلي. اسمها قدام الله. اسمها قدام الله، مزبوط. فينا نسمعك شو؟ هي عم تحضرنا ما هيك؟ هي لازم. لكن خليها ترجع تتذكر هالنهار الحلو. تفضل. يلا. بدمع وبسمه ودعوكي اهلك يلي كبروكي، بنظره وبكلمه وصوني ما تنسي يلي حبوك.
بوكي عبنتن أمنوني وبحلف هالأماني صون رح أحميكي بعيوني ولا مرة اجرح أو خون قدام الله والبشر عم بندر لك هالعمر قلبي روحي والفكر كله بإيدك مرهون قدام الله والبشر عم بندر لك هالعمر قلبي روحي والفكر كله بإيدك مرهون لحتم لا رجعتيني رجعتيني 2012 أربع سنين إن شاء الله صار عندي بيبي كله. وهلا أنا ناطر بيبي تاني كمان بعد شهرين الله راد ألف ألف مبروك يعني إن شاء الله العمر الطويل أكيد سوا وتحية كثير كبيرة لمدام نحن اليوم شو عم نحضر هل في تحضير أكثر للغنى أو في تحضير أكثر للتمثيل هلا صراحة بالنسبة للغنى أنا هيدا الغنية مشتركة لأنه كثير حلوة هلا سمعتوها من اللايف بس أكيد. مع فوزية ومع بحة كله ما هي البحة اللي حلوة هلا كثير حلوه الغنيه فيهم يفوتوا على يوتيوب كل الناس يسمعوها يشوفوها وانغامي كمان موجوده وبفتكر هلا بموسمها تمام موسمها بيك تايم بقى مش رح اتركها اكيد رح نزلها على السوق بعدين يعني بالنسبه للتمثيل في الخماسيات رح يكملوا عندي اكيد ادوار فيهم رح يكون موجود كمان يعني وفي مسلسل ان شاء الله بعد عم نحكي فيه تصويره رح يبلش بايلول كمان شركه الانتاج هلا عم اشتغل معها انا يعني واشتغلت مع مروه جروب ان شاء الله كمان بيكون في معها كمان شيء لقدام ان شاء الله يعني قد ايه بيعني لك انه يكون موجود معك بالمسلسلات ممثلين كبار قد ايه بيعني لي يعني هيدا الاساسي اللي انا عم بطمح فيه يعني عم بوقف قدام ناس كما بيقولوا بهالايام عمالقه يعني ان كان مدام تقلا شمعون او حتى وسام حنا يعني عم نشوفه كلاس بامتياز وانا شخصيا تعرفت عليه وكثير حبيته لانه وسام شخصيه جدا يعني على الارض كثير انساني ومحب جدا فعلا. وان كانت جو تراضي يعني كمان يعني مع الاشخاص اللي اجتمعت معهم في كثير ابطال بالفيلم انا ما كنت معهم بالتصوير لانه اللوكيشنز بتفرقنا كانت نعم بقى كثير كانوا عم بيساعدوني وكثير كانوا موجودين والاكيب كثير انا بوجه لهم تحيه من المخرج للمسؤول على الاضاءه مثل ما بيقولوا لانه كلنا كملنا بعضنا فعلا ان شاء الله لقدام يعني انا بطمح انه يكون في ادوار حلوه تحديات جديده انه يعني اكيد هيدا الشيء رح يكمل حضرتك بعدك هيك منطلق جديد وفريش وعم تنطلق اكثر واكثر يعني واضح هيدا الشيء بعملك جو بمين بتتمثل بممثلين عالميين مين بيأثر فيك مين بتحس انه هيك بيشبهك شوي عالميين هلا رجعنا على روبرت دينيرو ليه لانه بس احضره بحس حالي عم شوف حدا ما بعرف بياخدك على الخيال بياخدك على محلات ما بعرف بكل أدوار اللي بيعملها ومين غير كهيك سيدات بالتمثيل كسيدات أنا بحب تشارلي ستيرون كثير أنا كم سمعتني جو يعني أكيد نحن بدنا نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله يكون في بعد كمان هيك أغاني جديدة كمان عم تتحضر في شيء أغاني جديدة عم تتحضر هلا مبدئيا رح أشتغل على هيدي الغنية نزلها لأنه كثير حلوة وبحب أنه كل الناس تسمعها وتوصل لأنه أنا غنيتها بإحساس ورح بتغير شوي هيك بتفكر تغير لون غنائي او مكمل بيبي هاللون ليش لا ليش لا يعني بنحسك دائما هيك بهالاغاني الحنونه ايه الحنونه لانه صوتي بهذا النوع بس ما بيمنع انه وقت تسمعي اغنيه بتشدك عرفت ممكن وقت تسمعي اغنيه يمكن جبليه او ممكن تسمعي اغنيه فيها بيت كثير قوي تسمع تشدك يعني تغنيها وبالحفلات حفلات ان شاء الله كل صيف مفول اعراس يعني انه عم كون موجود مع كل الناس بأمريكا رح أطلع بنوفمبر يعني هلأ معي كمان بيت خالي أجوا من أمريكا مبارح بوجه لهم تحية معي هاي كتير كبير أكيد أجوا من أمريكا وأصروا أنه يجوا يشوفونا بأمتي أهلا وسهلا فيكم على كل حال إيه بقى رح يكون عندي حفلات بأمريكا وإن شاء الله رأس السنة عم نحكي نكون هونيك يعني بقى إن شاء الله خير تايلر تايلر أنت على الهواء يور لايف جو أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق وبدي أقول لك كل الناس أكيد هيك يتابعوا ويلحقوا كل الأخبار وخصوص الفنية يمكن لننسى شوي هالوضع الوضع السياسي الموجود يعني بدنا نعمل صيفية بدنا ننبسط
بدنا ننبسط. وبلشت على كل حال صيفية أكيد. أنا بذكر أنه بلشوا مبارح مهرجانات دبي يلي استقبلوا من خلال النجم وائل كفوري، وكان في إطلالة رائعة وحفلة مميزة جدا مثل عادته. الفنان وائل كفوري قدم فيه أجمل أغنياته. أكيد مهرجانات دبي مستمرة باستقبال أكبر النجوم بلبنان. أنا بدي أشكرك جويس، بدي أتمنى لك كمان كل التوفيق. شكرا على الاستضافة، وبدي أشكر كل المشاهدين لمتابعتهم لحلقة أم تي في ألايف لليوم. بدي أتمنى لهم ويك أند رائع. نحن حلقتنا بتتجدد بكرة نهار الأحد. باي باي. I can feel my face when I'm with you, but I love